أمام الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: لقد سألت اللجنة الدائمة عن أحكام الأغاني فأرسلوا لي نسخة من كتاب الرد على أبي تراب ثم أرسلوه لي مرة أخرى، والسؤال: هل يجب علي أن أرد النسخة الثانية عليهم أم يجوز لي أن أهديها إلى أحد المسلمين؟ لا، أهديها للمحتاج، لا بأس، أهديها لمن يحتاجها، لأن القصد نشر الكتاب والانتفاع به. نعم، وهذا وقف، إذا استغنيت عنه تعطيه من يستفيد منه.